خلصينا وطلقها، بس بشرط تاخذين على نفسك عهد انك عقب ما تقتلين تطوين هالسالفه. قتلت راجل غريب؟ لا، والغريب ان اللي انقذني وضحى بنفسه هو علي. علي اللي قتل بابا. شو هاد الدنيا؟ الراجل مات، مات. سندوتشاتي مسمومة، يا ربي لازم نوصل قبل ما نرتكب جريمة، قبل ما نقتل ناس كتر. هالطريق ما بغيت تكمل. وضحيه فهمي. علي، علي هو اللي قتل بابا، هو اللي قتلني. أبي أفهم. طالما أنت جاية تذبحين، ليش ترجحتي؟ ليش ما نفذت اللي في بالك؟ ليش يا كريم؟ ليش تراجعتي؟ ليش؟ أنا قتلت واحد، قتلت واحد دابة في الحادث، وعلي أنقذني. أنا مجرمة، سلموني للشرطة، اتصلوا بهم. أنا ما اعترفت بجميع الجرائم. خلينا نتركها لحياتها، نتركها لمستقبلها، لناسها. هاي كل إنسان في الدنيا معرض بزاف ديال الحوايج تغيروا، ولكن قطعا تغيروا الأحسن. وأنا تغيرت بفضلك، كمل دراستي، وأهم شيء تغير فيا أني نسيت الحقد والكره، وقدرت الحمد لله نحوله إلى محبة، معزة، احترام، وذكرى طيبة، عيلة، أسرة، زوجي، وولدي، سميته على سميتك.